أنيس الزغب اتجاه مبيلي والكرة للعبادي في المرمى. هدف ثاني قبل أن تدخل فولت في المرمى، هدف ثاني للنصر الأنيق كما أنت في القلوب يا هذا الرجل. هدف ثاني والفرحة في المدرجات، تمنح المفيد، تعطي الأفضلية والتقدم للتشكيلة النصروية في هذا الشوط الثاني. النصر يعود في المباراة، فرحة كبيرة، مدرجات تشتعل، مدرجات تهتز، أجواء مفعمة بالحماس. والهدف الرابع في المباراة، تسديدة يمينية لا تصد ولا ترد، هدف ثاني ورابع لفريق النصر في المشاركة الأفريقية، تسديدة يمينية لا تصد ولا ترد، مش ممكن بن سفيان بن موسى.